سيدنا ابو رامي كليه طب جامعه هيثم مدير مركز الحياه الطبي هيثم ورئيس الجمعيه الدوليه لورام وعميد امن عليا لورام انا فاهم الدكتور عبد العزيز استاذ الاورام جامعه الكليه انا فاهم انا رقم استاذ غاده اطراف استاذ غاده هي مدير مركز صحه المراه في المؤسسه المصريه لمكافحه سرطان الثدي انا جايه من مرض سرطان الثدي انا فاهم كده أخيراً دكتور أمين دكتور تنبوت جميع الأورام مصر سوريا بطولة المدرسة. نبتدي إن شاء الله نحاول العلامة بكلمة الدكتورة دكتور أمين أمين. اتفضل. سعيد إن احنا النهاردة نكون معاكم بنطلق دواء جديد لعلاج سرطان المستشفى. بقالنا أكثر من 25 سنة بنشتغل أبحاث في سرطان الثدي، ووجودنا بالأدوية اللي إحنا بنعالج بيها السرطان بدأ من الستينات وتطور خلال السنين اللي فاتت. كان عندنا أدوية العلاج الأدوية الهرمونية وأدوية العلاج الانتشار للعصب، ومؤخرا اشتغلنا في الادويه المواجهه والتزامنا تجاه المرضى ومقدمي الرعايه الصحيه هو ان احنا بنبحث بحث علمي جاد لان احنا نوصل لافضل العلاجات من ناحيه الفعاليه والاعراض الجانبيه. وزي ما انتم شايفين ان خلال السنين احنا وصلنا وتطورنا لحد ما النهارده احنا بنطلق دواء